شكرا نصيف. بتقول الكاتبة الرائعة أحلام مستغانمي إنه رزق الله بما معناه لما كان الحب هيك رسائل عبر البريد. ليلى أنت الخبير حتكون بالحب، حدك بريد العشاء. أوكي. رح تفتح هذا البريد، رح تطلع رسائل يا رب، رح يجيك رسائل بتقراهم وبتجاوب على الأسئلة. أوكي؟ من قصص مختلفة، بقرأ قصص من أشخاص وأنت بدك تجاوب كونك خبير. أوكي. حبيبي بغار كتير وبيقلي أنه أنا بلبس بطريقة بتلفت النظر إلي. سؤالي لك، هل التحرش اللفظي سببه ملابس المرأة أم أخلاق الرجال؟ المرأة تستفز الرجل لما تكون لبسي لباس مغري، والمحتشمة لا تتعرض إلى. والله اللي عينه فارغة كل شيء بيقوله وبيعمله، أكيد الأخلاق العاطلة والتربية الزفت. المرأة لازم أنا بالنسبة لي. ليش بتقولوا مغري؟ فينا نقول لباس حلو، لباس بدل على أنوثتها، على نضارتها، على جمالها. بالعكس، الله جميل ويحب الجمال، بس الأخلاق العاطلة موجودة حلنا. صاحبة الرسالة سألتك شو بتقلها؟ الأخلاق العاطلة عند الرجال. الرسالة الثانية، تفضل نصي. أنا شملت حالي معهم. مش غلط. تمام، بين عب هلأ. من سواك بنفسه ما ظلمك. صح. عندي سؤال، هل كل اثنين بحبوا بعض لازم يعيشوا المساكنة؟ على القليل شيء لازم. طب بحال صارت؟ بالنسبة لي ما كتير أخذ طرف من الأطراف، يعني بطريقة حادة. لا لازم ولا مش لازم، أنا بترك الإنسان على حريته الشخصية طول ما هو مقتنع وعمي يمارس هالشي. حسب السؤال عن حب، الحب بيغفر كتير قصص، حب بجمل وبيطهر كتير قصص. إذا عن حب لا ضايرة بشيء، إذا بس بدنا ناخدها لأنه برودكت مستورد من الغرب تعال نجربه. هذا انت عم تقول الحب بيغفر، ولكن في عندك العادات، الأعراف، التقاليد. أنا ما قلت أنه نخدش العادات والأعراف، الدين بس تقولي دين، نحن نرجع كلنا لورا ونبطل بسلم. أنا أقول لك طب الأعراف، العادات، العادات والأعراف والتقاليد، ما بقول أنه يكون الإنسان ما يكون الإنسان خادش للحياة كمان وجاهر بالموضوع. هلا نكون صريحين، بالحياة كتير في بتصير قصص، تجارب شخصية، اسمها شخصية. ليش عم تعملها عامة وعم تشاركها معي؟ خلي تجربتك شخصية لإلك، استفيد منها، انضر منها أنت، تعلم منها أنت، ولا تعممها بالمجتمع. بالحياة اليوم نحن عايشين ببلدان قوانينها فوق راسنا غصبا عنا، يعني القانون قانون. أنا بلدي اليوم إذا بيقلي ممنوع هذا ممنوع، بدي التزم تحت الشروط والأنظمة والقوانين. بس تعبسني رأيي الشخصي، إذا الإنسان كان حابب يعمل هالشي من حب ومن عاطفة شديدة ومن ظروف أحاطت فيه إنه يعمل هالشي، خليه لنفسك، انبسط فيه لحالك، انضر فيه لحالك، خد تجربتك فيه لحالك. أنا هذا بحس رأيي شوي هيك معقد، بس إنه مسالم بحسه. وضحت الصورة. الرسالة الثالثة، يعني أنا ما عندي مشكلة.